الاستقرار اللي موجود من زمان في النادي الاهلي، الاستقرار الفني والاداري هو ده سر النجاح اكيد. وكان من حضرتك بتقول هيدوكوت هو ماشي واستقرته انه يكون موجود وحقق بطولات كبيره قوي قوي. وبعدين كان علاقه المجلس ايوه بالاجهزه فيها احترام متبادل. عمرك ما سمعت مثلا فريق مدرب يتكلم في الكوره ولا كمال بيه حافظ يتكلم في الكوره؟ ما حدش، كل واحد ليه شغلته. فالحمد لله يعني كان في توفيق وكان حظي كويس ان انا اكون موجود في الفتره دي. في الفتره دي برضو من ضمن النظام اللي حضرتك عملته وحضرتك مدير كره، جبت الكابتن عبده البقال كان اداري معاك، كان مساعد معاك هو كان موجود اساسا يعني. عبد البقال برضك من الشخصيات النادره. بمعنى انه عنده قدره عمل ال 24 ساعه، ما عندوش حاجه اسمها مستحيل علشان النادي الاهلي. ما عندوش حاجه اسمها مستحيل. اي حاجه تطلبها منه يعملها. ده سر تمسكك بيه انه يكون موجود طبعًا اداري معاك. وكان في عزيز مبروك معانا برضه. عزيز مبروك طبعا. لما بكلم كل النجوم القدامى جيل السبعينات والثمانينات دايما يقولوا كابتن عبد البقال هو اللي جالنا وهو اللي اكتشفنا وهو اللي استناني في محطه القطر. لا يعني ما شاء الله عليه، بيقول لك دينامو. دينامو في الفريق. موسم 74 75 عملته بقى فريق الامل، فريق هو كان في كابتن جوري كان هو اللي ماسك فريق الامل. وكان مجموعه طيبه جدا، ويمكن كان دايما يتخانق معايا عشان يلعبوا فوق، فكنت اقول له مش ممكن لسه شويه، مش لسه شويه، سنهم متقارب للفريق الاول اللي معظمه بيلعب منتخب. فكان جيل مش محظوظ في الحته دي، ولكن كان سلاح هايل يعني، فريق تاني للنادي الاهلي يعني، سلاح هايل بيخوف اي لعيب فوق. لان ممكن قوي تلاقي البديل. ما فيهاش هزار يعني. طب حصل ايه في الموسم ده؟ الموسم ده اكتساح الحمد لله، وخدنا فيه الدوري. احسن المواسم للكابتن عزت، واحنا قلنا وحضرتك لاعب كان موسم 60 61 ده من افضل المواسم لحضرتك. طب وحضرتك مدير كوره بقى في النادي الاهلي، افضل المواسم اللي انت شايفها مع الجيل الذهبي؟ السنه الاولى بتاع 74 دي. دي افضل طبعا، فرقه لسه بتلعب لاول مره دوري. يعني دي ولسه طالعين. لا ده يعتبر كسرت الدنيا وقتها. موسم يعتبر موسم عظيم، وهو اللي فتح الطريق للفريق. طب ده اللي فتح الطريق عشان النادي الاهلي، اول مشاركه افريقيه كانت في 76. ايه الحكايه في 76؟ حظنا أيوة. ان احنا رحنا اول ماتش كان مع مولوديه في الجزائر. والفتره دي كان فيها امتحانات، ففي لعيبه ما راحتش معانا. وخسرنا هناك 3-0. حتى انا لما رجعت بيقولوا خسرنا، قلت لهم لا ما خسرناش. ده الشوط الاول. الشوط الثاني هم هيجوا لنا هنا. وانا كنت واثق ان فرقتنا هتعمل عمل كويس. وبرضه للاسف ان احنا كسبنا 1-0. هم كاسبين 3، فهم راحوا واحنا قعدنا. عشان كده صعب. كانت اول خبره كمان، صعوبه ان اللعيبه تسافر يعني. طبعا. طب دوري 76 برضه، دوري المحله كان برضه من الدوريات الحلوه. المحله في الاخر جينا هما مباراتين، واحده في المحله وواحده في القاهره. ايوه. رحنا المحله كسبنا 1. جينا القاهره اظن كسبنا 4. وخدتوا الدوري 3 وخدنا الدوري. وحضرتك مدير كره، كانت اللائحه لما الفريق النادي الاهلي بياخد الدوري كان اللعيب بياخد كام وقتها؟ ياخد قد اللي خده طول السنه، كل الماتشات اللي خد. عشان بتظبط مع مجهودك في طول السنه. خدت 10 تاخد 10، خدت 5 تاخد 5. على الماتشات كلها؟ على الماتشات كلها. كنت بتعمل بعدين اللائحه كانت حلوه يعني، انت النهارده افرض انت خدت 7 نقط ونقطه راحت منك. نقطة راحت منك، ساعات كنا بنقول لا انت اكنك خدت 8 وتدي له مكافأة لانه خد 8. ده حاجة تحفيزية. كنت بتعملهم شهادات استثمار ولا تديهم الفلوس في ايديهم؟ لا بياخدوا فلوس في ايديهم. فلوس في ايديهم. برضه من القرارات المهمة في حياة الكابتن عزت أبو الروس هو مدير كورة، وقت انتخابات النادي الأهلي فريق مرتجي كابتن صالح سليم، عملت شيء عظيم جدا، ابعدت كل اللعيبة عن الانتخابات، حتى خدتهم المنيا، سافرت بهم المنيا. هو شوف، في ناس بعاد عن الفريق ما يقدروش يحسوا بقيمه هذا العمل. اولا صالح بالنسبه للعيبه قدوه وكابتن ومحبوب وكاريزما. بالنسبه للفريق المرتجي اب. وكان معظم اللعيبه بتروح دايما قبل الماتش يمكن يروحوا يتعشوا عنده. ففي علاقه بين الاثنين. فانا وجدت ان في تمزق هيحصل نفسي للعيبه. فقلت لهم ما ينفعش الانتخابات دي بتاعت الاعضاء العاملين. صح.
وبرضك قلت برضك واحنا موجودين ما تضمنش ايه اللي هيحصل. فانت بتبعد اللعيبه خالص. فقلت لعبد البقال الله يرحمه شوف لنا ماتش في اي حته بره يوم الجمعه. فعمل لنا ماتش في المنيا. انت خدتهم الصعيد. بعدت عن القاهره تماما. خالص. اول ما رجعنا بالليل كانت كل حاجه خلصت. الحمد لله. علاقتك كانت قويه كابتن عزت بالكابتن صالح والفريق مرتجي. اكيد. اكيد صالح انا ابتديت معاه وانا شبل. يعني موجود معاه. وزميل ملاعبه. قوي. شخصيه وهو كان يعزني وانا بعزه جدا. يعني حتى بعض اللعيبه يقول لك اشمعنى عزك؟